بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته. وشر الروايا رواي الكذب، وكل ما هو آت قريب. خلاص خلاص، هذا ما قري. وقد ذكر أبو داود في سننه وذكر أبو داود في سننه من حديث ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد، فسألته عن أمره قال: سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إليها. قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا، قطع الله أثره. قال: فما قمت عليهما إلى يومي هذا. هذه الرواية من الراوي يقول: إنني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك، فمررت بين يديه، بينه وبين قبلته، لم أتحاشى ما جعله سترة له وهي النخلة، فمررت بينه وبين النخلة التي جعلها سترة له، فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، فما مشيت على رجلي بعد هذا. وهذا إن صحت فهي استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة، فبعيد أن يدعو على هذا الرجل الذي مر بينه وبين قبلته، بعيد أن يدعو عليه بذلك فيقطع الله ممشاه فلا يستطيع أن يمشي على قدميه. والسند في هذه الرواية ضعيف، والرواية ضعيف، وهو ضعيف المتن والسند، فهو بعيد أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل بمجرد مروره بينه وبين قبلته. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فمر به عمر ابن أبي سلمة فأشار إليه فأبعد، ثم مرت به ابنة أبي سلمة فعزمت وقطعت ولم يدع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هن أغلب، يعني أقوى،
هن لا يستجبن للإشارة بمجرد الإشارة، فلم ينقل أنه دعا عليها صلى الله عليه وسلم بدعوة تعقلها أو توقفها عن المسير. والسند هذا ضعيف والرواية ضعيفة، والله أعلم. نعم. فصل في جمعه. ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدا، قال: مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليهما بعد. وفي هذا الإسناد والذي قبله ضعف. هذا ضعيف والله أعلم. فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك. كان من سنته صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين للسفر رفقا بالأمة، ولئلا يقفوا عند كل وقت صلاة، بل يقفوا في وقت واحد للصلاتين، صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء، وصلاة الفجر وحدها. فهو عليه الصلاة والسلام بدل ما يقف في اليوم 5 وقفات لكل صلاة وقفة، كان يجمع الظهر والعصر جمعا واحدا، وكان يجمع المغرب والعشاء. فرفقا بالأمة بالسفر يجمع الصلاتين معا. نعم. قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. كان في سنته صلى الله عليه وسلم النظر لليسر والسهولة للأمة عليه الصلاة والسلام، فكان إذا ارتحل قبل زوال الشمس قبل دخول وقت صلاة الظهر كان يؤخر الظهر حتى يجمعها مع العصر، وكان إذا ارتحل بعد الزوال يعني حين يدخل وقت صلاة الظهر يصلي الظهر ويعجل معها العصر حتى يصلي الصلاتين في وقت واحدة، وهذا من رفقه بالأمة عليه الصلاة والسلام. وكان إذا ارتحل قبل غروب الشمس يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس فإنه يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد. هكذا صلى الله عليه وسلم كان من سنته التقديم والتأخير، تقديم الصلاة الثانية ليصليها مع الأولى، أو تأخير الصلاة الأولى ليصليها مع الثانية. هكذا صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل وقد زالت الشمس
يعني دخل وقت صلاة الظهر، فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم. وإذا ارتحل بعد زوال الشمس، وإذا ارتحل قبل زوال الشمس، فإنه لا يؤخر، لا يصلي الصلاة الأولى لأنه لم يدخل وقتها، فإذا أخرها صلاها مع العصر جميعا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة بعد دخول وقتها، فهو من سنته عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي الصلاة الأولى قبل دخول وقتها، كما أنه لا يؤخر الصلاة الثانية عند زوال عند حصول وقتها. فكان عليه الصلاة والسلام ينظر الأرفق بمن معه، فإن كان الأرفق بهم التعجيل عجل الصلاتين، وإن كان الأرفق بهم التأخير أخر الصلاتين، وهكذا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الترمذي: إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا. وقال: حديث حسن غريب. وقال أبو داود: هذا حديث منكر، وليس في تقديم الوقت حديث قائم. ما في وقت تعجيل الوقت، حديث صحيح يعتمد عليه. فكان عليه الصلاة والسلام الأكثر عنده التأخير، لأنه إذا صلاها متأخر فقد حان وقتها وفات ولا يضير فواته، بخلاف ما إذا صلاها قبل وقتها فإنه لا يحسن ذلك. وقد يقول قائل بأنه صلى العصر قبل دخول وقتها فلا يحسن ذلك، فالتعجيل لا بأس به إلا أنه يكره، والتأخير أحسن وأولى. وقال أبو محمد ابن حزم: لا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد بن أبي حبيب سماعا من أبي الطفيل. وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل: هذا هو حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها. فنظرنا فإذا الحديث موضوع وذكر عن البخاري. يقول الحديث سنده لا بأس به، ليس فيه علة، لكنه قريب من الوضع، يعني أنه ليس بصحيح، وإن كان ليس فيه علة، يعني أنه منسوب إلى هؤلاء الأئمة وليس بصحيح نسبته إليهم. نعم. وذكر عن البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني، وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. هذا متهم بها الراوي بأنه يدخل الأحاديث على الشيوخ الثقات وليست منهم صادرة. ورواه أبو داود أيضا: حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد ابن عبد الله
ابن موهب الرملي، حدثنا مفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما. ليست من سنته صلى الله عليه وسلم أن يصلي الوقت قبل أن يدخل، لا يصلي الوقت صلاة الظهر أو المغرب لا يصليها ما دام لم يرتحل، ولا يصليها إلا إن دخل وقتها، فيتوقف في دخول الوقت حتى يثبت الوقت، فإن ثبت دخول الوقت صلاها في الوقت، وإن لم يثبت ارتحل وأخر، والتأخير أولى خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء لا يجيد تقديم الوقت قبل صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء في وقت أحدهما. وهشام بن سعد ضعيف عندهم، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن سعيد، وكان لا يحدث عنه، وضعفه النسائي أيضا، وقال أبو بكر البزار لم أر أحدا توقف عن حديث هشام بن سعد ولا اعتل عليه بعلة توجب التوقف عنه. وقال أبو داود حديث المفضل والليث حديث منكر. يكفينا في هذا القول من هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. فصل في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وما هم المنافقون به من الكيد به وعصمة الله إياه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك كان معه مجموعة من المنافقين الذين ليسوا بمؤمنين ولا مصدقين، وإنما خرجوا للغنيمة، خرجوا ليغنموا. فلما رجعوا وانتهت المعركة والغزو هموا بالقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله جل وعلا من كيدهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامه في الطريق طريقان، طريق يصعد ثم ينزل وهذا أقرب، وطريق يستمر بدون صعود ولا نزول سهل، إلا أنه بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الطريق الأقرب الذي يصعد ثم ينزل، فالمنافقون هموا بأن يغيروا عليه في وقت العقبة عند ارتفاعه صلى الله عليه وسلم، لتزل به الناقة والبعير الذي يركبه فينزل ويتكسر صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا سلم لرسوله. فالمنافقون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وإذا حصل لهم فرصة أذى سلطوا عليه بزوجته صلى الله عليه وسلم التي هي أحب نسائه إليه وأقربهن إلى الله جل وعلا، حيث هي الصديقة بنت الصديق
اتهموها صلى الله عليه وسلم، اتهموها بما هي براء منه ونزيهة، ولم يحصل منها شيء حتى هجرها صلى الله عليه وسلم وقت طويل. ثم جاء الفرج من الله جل وعلا بتسليط عبد الله بن أبي بن سلول على الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهام زوجته بأنها تواطأت مع هذا الرجل الذي عادت به. فهؤلاء المنافقون ما سلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في بيته ولا في نسائه ولا في أهله عليه الصلاة والسلام. فهم فجرة يحبون التسلط على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا أرادوا أن يوقعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يزاحموه عند العقبة لعل ناقته تسقط به ويسقط منها صلى الله عليه وسلم. فصعد صلى الله عليه وسلم هذه العقبة وقال للناس: ما عليكم إلا أن تسلكوا الطريق السهل، لو طال عليكم قليلا فكونكم تسلكون الطريق السهل أسهل لكم. فامتثل الصحابة رضي الله عنهم وتركوا هذه العقبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء الطريق جاء المنافقون وصعدوا هذه العقبة وضايقوا النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسقط من البعير بهذه العقبة، فإذا سقط فحري به أن يتضرر ضررا عظيما إن لم يمت منها. لكن الله جل وعلا سلمه ووقاه. نعم. ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة قال: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين، فتآمروا أن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق، فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوا معه، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم فقال: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة، وأخذ الناس ببطن الوادي إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم، وأمر تلثموا حتى لا يروا ولا يعرف من هم هؤلاء الذين ضايقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق. والتلثم هذا عادة يحصل للمسافر، تلثموا تلثم المسافر لئلا يعرفوا. فلما قيل لحذيفة: أعرفت منهم أحد؟ لأن حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف المنافقين، قال: ما عرفتهم لأنهم متلثمون إلا ناقة فلان وناقة فلان وناقة فلان. الإبل التي يركبونها عرفها رضي الله عنه، وأما الناس الذين عليها فقد جهلهم وهو لا يعلمهم، والله جل وعلا أعلم بهم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخذ الناس ببطن الوادي إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم،
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها. فبينما هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن، واستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافر، فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركه قال اضرب الراحلة يا حذيفة وامشي أنت يا عمار، فأسرعوا حتى استووا بأعلاها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا؟ قال حذيفة عرفت راحلة فلان وفلان. وقال كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا لا والله يا رسول الله. رضي الله عنهم، ظاهر أن هؤلاء يريدون المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما ندري، لأنه يحتمل كذا ويحتمل كذا، فمحبوا أن يزكوا أنفسهم ولا يزكوا هؤلاء ولا يمدحوهم ولا يسبوهم. قالوا ما عرفتهم، هل عرفت ماذا يريدون؟ هم يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون إصابته في أعلى العقبة ليسقط وليتدندن إلى الحفرة مع الطريق الذي سلكه، لكن الله جل وعلا سلم رسوله ولم يخرج منهم نتيجة في فعلهم هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا لا والله يا رسول الله. قال فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا اطلعت في العقبة طرحوني منها. قالوا أولا تأمر بهم يا رسول الله إذا؟ فنضرب أعناقهم. قال أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه، فسماهم لهما وقال اكتماهم. وقال ابن إسحاق في هذه القصة إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم، وسأخبرك بهم إن شاء الله غدا عند وجه الصبح، فانطلق حتى إذا أصبحت فأجمعهم. فلما أصبح قال أدعو عبد الله بن أبي وسعد بن أبي سعد بن أبي سرح وسعد بن أبي سرح وأبا خاطر الأعرابي وعامرا وأبا عامر والجلاس بن سويد ابن الصامد، وهو الذي قال لا ننتهي حتى نرمي محمدا من العقبة الليلة، وإن كان محمد وأصحابه خيرا منا
إنا إذا لغنم وهو الراعي ولا عقل لنا وهو العاقل. وأمره أن يدعو مجمع ابن حارثة ومليح التميمي وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام وانطلق هاربا في الأرض فلا يدرى أين ذهب. وأمره أن يدعو حصن ابن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ما حملك على هذا؟ فقال: حملني عليه أني ظننت أن الله لا يطلعك عليه، فأما إذا أطلعك الله عليه وعلمته فأنا أشهد اليوم أنك رسول الله، وإني لم أؤمن بك قط قبل هذه الساعة. فأقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثرته وعفى عنه. والغفور الرحيم عليه الصلاة والسلام لما اعترف بفعله السيء غفر له وسامحه صلى الله عليه وسلم. وظننت أنك لا تدري عنا، فلما دريت عنا وأعلمك الله بصنيعنا فإني أستغفر الله وأتوب إليه. فأقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثرته وعفى عنه. وأمره أن يدعو طعيمة بن أبيرق وعبد الله بن عيينة وهو الذي قال لأصحابه: اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله، فوالله اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله، فوالله ما لكم أمر. اسهروا هذه الليلة لتقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم تستريحوا بقية الليالي كلها. هذا زعمه الخبيث اللعين. فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل. فدعاه فقال: ويحك، ما كان ينفعك من قتلي لو أني قتلت. فقال عبد الله: فوالله يا رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصر على عدوك، إنما نحن بالله وبك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنكر والعياذ بالله. والنكران للفعل الشنيع دليل على استجابته له وأنه مهتم به، بخلاف ما لو اعترف بالخطأ وندم وتاب إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ادع مرة بن الربيع وهو الذي قال. دعاهم صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، كل واحد يسأله، فعرف التائب منهم وعرف من لم يتب. وقال: ادع مرة بن الربيع وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ فقال: يا رسول الله، إن كنت قلت شيئا من ذلك إنك لعالم به، وما قلت شيئا من ذلك. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم، وأطلع الله سبحانه نبيه على ذلك بعلمه، ومات 12 منافقين محاربين لله ولرسوله. وذلك قوله عز وجل: وهموا بما لم ينالوا. وكان أبو عامر رأسهم،
وله بنوا مسجد الضرار، وهو الذي كان يقال له الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة. فأرسلوا إليه فقدم عليهم، فلما قدم عليهم أخزاه الله وإياهم، فانهارت تلك البقعة في نار جهنم. أعوذ بالله من النار. فصل. قلت هؤلاء كان معهم الراهب الذي كان يسمى الراهب في أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان راهبا عابدا، لكنه كان يتحرى أن يكون له شيء من الرسالة، فلما حرم منها شرق بالدعوة وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من المدينة إلى مكة يحرض أهل مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شقيا عنيدا والعياذ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت أتحرى أن يكون لي من الأمر شيء، فلما لم تجعل لي من أمر شيئا فأنا شرقت بهذه الدعوة وأبغضتك وأبغضت دعوتك. فأبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنه أبو حنظلة كان غسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، ابنه صحابي جليل تقي مؤمن حقا، وهو منافق كبير المنافقين، كعبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول موحد سلفي صالح تقي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتريد أن أقتل أبي؟ والله إن أمرتني لآتينك برأسه. فقال: وتحب ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: عبد الله الابن. قال: والله يا رسول الله ما أحب هذا، وإنه قد علمت الأنصار أن ما فيهم أحد أبر بأبيه مني، لكني علمت أنك أبغضته، وأن بغضك إياه قد يؤول إلى قتله من أحد الصحابة، فلا تسمح نفسي أن أرى قاتل أبي فأقتله، فأكون قتلت مسلما بمنافق، ولكن مرني أنا بقتله والله لا أحضرن لك رأسه، رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل نستأني به لعل الله أن يصلحه. وفي كل لحظة يريد النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتوب. فهؤلاء الأبناء خيار الناس، والآباء من شرارهم والعياذ بالله. أبو حنظلة الرجل الصالح، والآخر أبوه الشقي الفاسق، وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رجل صالح رضي الله عنه، وأبوه رأس المنافقين والعياذ بالله. فالنفاق يحصل مع العبد من أقل الأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحذر من المنافقين دائما وأبدا. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما معنى وتلثموا؟ تلثموا يعني جعلوا الغطاء اللثام على الفم والأنف علشان ما يعرفون، هكذا تلثم، فيراه الراعي ولا يدري من هو.
وهذه غالبا يعملها المسافر حتى لو لم يكن هناك ريبة، لكنهم تلثموا لأجل أن لا يعرفوا. يقول السائل: دفعت تكاليف علاج صديقي بعملة اليورو مقدما للمستشفى ولم تصدر الفواتير بعد، وعندما عدنا حول إلى حسابي في البنك مبلغا من المال ولكن بالريال السعودي، فماذا علينا فعله حتى لا نقع في الربا، علما بأن الفواتير لم تصدر بعد من المستشفى؟ هذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون مبنيا على المسامحة وأنك تعطيه ما لا يعطيك، أو تعطيه ما ليس أخذته ولا أعطيته له، هذا مبني على المسامحة لا شك ولا بأس بذلك، أو يكون بيعا وشراء، فلا يجوز أن تصرف العملة التي أعطيته إلى غيرها إلا بعد معرفة قيمتها. تقول السائلة: هل يجب على المرأة أن تغطي رأسها في بيتها الخالي من الأجانب كما يقال تستحي من الله ومن الملائكة؟ لا يا أخي، ما يلزم المرأة أن تغطي رأسها ولا تغطي وجهها في بيتها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، وإنما الغطاء عن الرجال الأجانب، وأما تغطية وجهها عن الرجال أو عن الملائكة أو عن الناس كما يقولون فهذا لا أصل له. كذلك المعتدة لا يجوز لها أن تغطي رأسها ولا وجهها عن الملائكة ونحو ذلك. يقول السائل: هل يجوز الجمع في الحضر؟ الجمع في الحضر له أحكام، إذا شق على الرجل الصلاتين كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، أو كان مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، وما عدا ذلك فلا. يقول السائل: سبق أن قلت لنا أنه يجوز أن يدخل الكافر إلى المسجد ويستمع للخطبة، فبارك الله فيك، نحتاج لهذا القول دليل. هذا القول ثابت بأنه يجوز للرجل إذا كان ثقة يدخل المسجد وإن كان كافرا، لأنه يحتاج إلى سماع الدليل والحكم، فيحتاج إلى أن يدخل ما لم غير الحرمين، فالمسجد النبوي لا يجوز له دخوله، كذلك المسجد الحرام لا يجوز له دخوله. يقول السائل: ما صحة هذا الدعاء: اللهم أيما مسلم ظلمني في ديني أو مالي أو عرضي فاجعلها صدقة عليه، أو العكس؟ هذا صحيح كما قال الصحابي رضي الله عنه لما تبرع الصحابة رضي الله عنهم بأموالهم للجهاد في سبيل الله، هذا الرجل ما كان عنده يتبرع به، فأحب أن يتبرع بكل ما ناله من أحد من كلام سيء أو غيره يسامحه في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات: من المتصدق الليلة؟ فما قام أحد. قال: من المتصدق الليلة؟ فما قام أحد. فلما قالها الثالثة والله أعلم قال: من المتصدق؟ قال: يا رسول الله، أنا ما صدقت، وإنما قلت كذا وكذا. قال: قد قبلها الله منك وجعلها صدقة جارية عنك. يقول السائل: رجل حجة بدل وهو من أهل مكة، فهل عليه هدي، علما أن الرجل صاحب الحجة قد اشترط عليه هدي فهو لم يهدي؟ ما دام أن الرجل اشترط عليه الهدي فيجب عليه أن يهدي، لأنه مشروط عليه،
من ثواب الحجة ومن أجر الحجة ومن عمل الحجة أن يهدي، فإذا أهدى أبرأ ذمته، وإذا لم يهدي فلا تبرأ الذمة، بخلاف ما إذا لم يشترط عليه الهدي فإنه لا يلزمه أن يهدي، لأن الهدي يجب على الحاج إذا كان معتمرا وحج بدل، فيجب عليه أن يهدي، لقوله تعالى في صيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذا الرجل الذي لم يستطع الهدي عليه أن يصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة أيام إذا رجع. وأما إذا كان من أهل مكة، حيث قال جل وعلا ذلك لمن لم يكن حضره حاضر المسجد الحرام، فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه حج إلا إذا اشترط عليه، فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.